مشاهدينا الكرام، عن هذا الملف نتابع بحيثياته مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور أحمد الصحاف. أهلا بك دكتور. بداية، وزير الخارجية بحث مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا أوضاع العراقيين، ما هي آخر المستجدات عن الأوضاع الجالية هناك، وما هو مصير أيضا المواطن مصطفى؟ شكرا جزيلا لتحقيق المشاركة في هذه الأثناء. معالي وزير الخارجية بخل اليوم كان قد أجرى اتصالا بعميد الجالية العراقية الدكتور عدنان الكاظمي، بحث معه شؤون أوضاع الجالية العراقية واسترشدوا بوجهات نظر مشتركة، وكذلك وقف على أهم التحديات الواقعية التي تواجه أبناء الجالية الكريمة، فيما تستمر سفارة جمهورية العراق في كييف بتنسيقها عالي المستوى مع السلطات الأوكرانية من جهة، ومن جهة أخرى تقدم الدعم الإنساني والتنسيق والتواصل المباشر مع أفراد الجالية ممن يتواصلون أو يطلبون دعما أو مساعدة ما. أما بشأن موضوعة ما تسرب إلى الإعلام بأن مواطنا عراقيا مقيما في كييف كان قد فقد، نعم هذا الخبر من حيث الفقدان نعم تأكد ذلك أنه مفقود، لكن مصيره التام حتى هذه الساعة لا نزال ننسق بشكل عالي المستوى مع السلطات الأوكرانية للوقوف على تفصيلات قضيته. لدينا معلومات نستقصيها ونقاطعها للتأكد مع عميد الجالية العراقية هناك ومع جيرانه وبعض أصدقائه للوقوف على ملابسات حادثة الفقدان. لا يمكن لي في هذه الساعة أن أتكلم شيء موثوق به ومسؤول، لكنني أقول قد يتعلق الأمر بما توثقنا منه أننا لا نزال ننسق بشكل عالي المستوى، والسلطات الأوكرانية أيضا مهتمة بهذا الموضوع، ولدينا العديد من التواصلات مع أبناء الجالية للوقوف على أقرب نقطة ومؤشر تؤدي إلى معلومة واضحة بشأنه. طيب دكتور، في خطوة اتخذتها رومانيا بأنها فتحت الأبواب أمام العراقيين المهاجرين من أوكرانيا، هل هناك دول أخرى ستتخذ نفس الخطوة من خلال مباحثاتكم مع هذه الدول؟ حتى عصر اليوم سفارة جمهورية العراق في بولندا تؤكد لنا بأن ما يقرب من 600 عراقي تقريبا كانوا قد أتموا وصولهم إلى الأراضي البولندية، وسفارة جمهورية العراق هناك تنسق مع السلطات البولندية لتقديم الدعم الإنساني والمساعدة اللازمة. كذلك أيضا سفارة جمهورية العراق في رومانيا بوخارست أيضا تنسق بشكل عالي المستوى، وكانت قد أجرت تنسيقا مع وزارة الخارجية الرومانية بشأن تمديد إقامة المواطنين العراقيين من أبناء الجالية ممن يتمكنون من الوصول إلى الأراضي الرومانية. فعلا نجحت السفارة بأن تأخذ صلاحية من وزارة الخارجية الرومانية، وبالموافقة على أن يكون وقت الإقامة للعراقيين في رومانيا هي لمدة 90 يوم من تاريخ دخولهم إلى الأراضي الرومانية، مضافة إلى أن هناك مسارات الدعم الإنساني تقدم لهم، سفارة جمهورية العراق تتابع معهم أيضا. كذلك أيضا سفارة جمهورية العراق في هنغاريا بودابست أيضا يتابعون باهتمام عال، ومستمرون بمنح جوازات المرور والسمات الاستثنائية العاجلة لمن يرغب بذلك. طيب دكتور أحمد، أنا أشكرك الشكر الجزيل. الدكتور أحمد الصحافي المتحدث باسم وزارة الخارجية، شكرا لكل هذه الإحاطة دكتور.